سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليك. القصة ديال اليوم هي حقيقية ومختلفة وهدية مني لمحب القضايا، حيتاش كنبشركم باللي حتى انا راني بديت كنحبهم. قصة ومرعبة بزاف لدرجة انهم داروا عليها فيلم، فما عرفش واش فايت لكم شفتوا الفيلم تاع When a Stranger Calls اللي كنظن بلي محال حيتاش فيلم اللي كان قديم، اولا كنظن بلي انكم شفتوا النسخة ديالو الجديدة اللي دارت في 2006. واذا سبحان الله ما شفتي حتى شي وحده فيهم، خليني نعاود لكم باختصار مفيد شنو وقع باش تاخذوا فكره على هذا الفيلم. كانت واحد الجلسه نتاع الاطفال في واحد الدار، اثناء رعايتها اولا ممارسه العمل ديالها اللي هو البيبي سيتين، غادي توصل بواحد المكالمه من شخص اللي كان غريب، اللي كل مره فاش كانت كتجاوبو كان كيقول ليها بابي هاف يو تشيك ذا تشيلدرن وات Hello. Have you checked the children? Hello. It's me. ما غاديش نقول لكم الكمالة المخيفة ديال هذا الفيلم، لأنني غادي نعود لكم القصة الحقيقية من مور هذا الاتصال ديال هذا الشخص الغريب، اللي صراحة غادي تكون مختلفة تماما على القصة ديال الفيلم اللي تستوحى من الحقيقة، حيت غالبا ما كتكون درامية بزاف. وهذه القضية ديال اليوم مثيرة للاهتمام، وكنظن بلي أنه غادي يكون عندكم بزاف ديال الأفكار وحتى الآراء من حولها. داكشي باش خلوني ندخل في القصة ونقول لكم لنبدأ. جانيت كريسمان تولدت في 21 مارس 1936 في بونفيل ميزوري، وكانت هي البنت الأكبر لتشارلز ولونا كريسمان. عندها أختها صغيرة اللي سميتها ريتا كريسمان، وعندها أختها واحدة أخرى اللي يلاه تولدت سميتها شيرل كريسمان. غادي تعيش هاد العائلة في بونفيل واحد المدة، ولكن من بعد غادي ينتقلوا لكولومبيا ميزوري. كانوا معروفين بلي انهم عائله اللي لطيفه وناس طيبين، كانوا معروفين في المجتمع ديالهم بلي انهم عندهم واحد المطعم اللي سميتو ارنيس كافي اند ستيك هاوس. كانوا تعيشوا في الطبق العلوي تاع هذا المبنى. في هذا الوقت كان العمر تاع جانيت 13 سنه، وكانت كتقرا في الصف الثامن، هذا السن اللي بدات فيه بمجالسه الاطفال اولا كتخدم المهنه تاع البيبي سيتين. جانيت كانت واحد الطفله لطيفه ومحبوبه، وكانت مجتهده في المدرسه ديالها، وكانت منخرطه بشكل كبير في الكنيسه لدرجه انها كانت في جوقه الكنيسه، وكان صوتها زوين فاش كانت كتغني. كانت ذكيه، في اوقات الفراغ ديالها كان كيعجبها انها تعزف البيانو. جانيت كانت معروفه باللي انها دماره، حيت العائله ديالها غاديه وكتكبر، اللي خلاها باش تعلم باش انها تكون مجده في الحياه باش تكسب الاشياء اللي هي باغيه. جانيت كانت واحد الطفله لمراهقه عاديه، كتعيش واحد الحياه اللي هي طبيعيه، حتى لمارس 1950 في الليله ديال نهار السبت 18 مارس، المدرسه ديالها دارت واحد الحفل ديال الرقص للطلاب، وكانت غاديه ليه جانيت، ولكن غادي يجيها عرض باش انها تمشي جلس الاطفال او لا تقابل شي بيبي، فما رفضتش، وهي اصلا كانت تعجبها هاد الخدمه اللي كدير. كانت انذاك جلسه الاطفال لزوج عائلات، حيت والديها كانوا تيحميوها وتيخافوا عليها بزاف، فسمحوا لها باش انها تحظي او لا تخدم عند زوج عائلات فقط اللي كانوا كيثقوا فيهم وكيعرفوهم. العائلتان كانوا هما روماكس اند مولرز، عندهم ولد اللي عنده 3 سنين وسميتو غريغوري. هاد العائله كانت فعلا عجبهم جانيت وثقوا فيها حتى هما بدورهم وبغاوها. هي كانت كتبغي الدراري صغار ومحتاجه انها تجمع الفلوس باش تشري واحد الكسيوه اللي كانت بغات تشريها باش تلبسها في عيد الفصح ديالهم اولا العيد نتاع ثانكس جيفين ديالهم. مع 7:30 العشيه جانيت توجدات باش انها تمشي لعند ديك الاسره اللي كانت في منطقه ريفيه ومنعزله، كانت على المشارف نتاع كولومبيا. فمن حقكم انكم تخيلوا هذا المنزل اللي كان مظلم، وغادي يكون صراحه مخيف انك تجالس فيه الاطفال في ديك المنطقه. ان هي مولات الدار من غير ولدها اللي كان عندها غريغوري اللي كان جايه تحضيه ليها جانيت، فهي كانت حامله وكانت باغا تدوز واحد شويه ديال الوقت مع راجلها اد قبل ما تولد، فكانوا متحمسين باش انهم يخرجوا. وصلت جانيت لعند هاد العائله وراوها كيفاش تخدم الراديو لولدهم باش انه ينعس عليه، واد اللي هو الراجل نتاع انا كي قلت لكم، ورا جانيت تخيلوا كيفاش انها تستخدم ديك البندقيه وكيفاش تخويها وكيفاش تهزها وكاع التفاصيل عليها.
أعطاها بالسريع واحد الدرس اللي كان خفيف على هاد البندقية وحطها من مورا الباب اللوراني في حالة أنه وقعت شي حاجة تستعملها. فقبل ما يخرجوا في حالهم قالوا لها بلي أنها تأكد لأنه ورا الباب مسدود وبلي ما تخلي حتى شي حد غريم يدخل وأنها تشعل الضوء ديال قدام الباب إذا جاب الله دق شي حد. ومن بعد مشاو في حالهم لهاد الموعد ديالهم. وصراحة أنا كنستغرب باز لا 13 سنة أنا في بلاصتها غادي ندير صراحة بالنقص وجاي تحضي بيبي ولا جاي الحرب. المهم ديك الليلة كان الطقس سيء وليلة كلها غادي وكيتزاد سوء. ونذكركم بلي أنه أنا ذاك كانت درجة الحرارة في منتصف العشرينات مع عواصف وبرد اللي كان متجمد، فكانت فعلا ليلة اللي كانت مخيفة، زائد أنك تجالس الدراري الصغار في هاد السن المبكرة في هاد الدار المعزولة فهادي راه قمة الخلعة. مع 10:35 ديال ديك الليلة غادي توصل المكالمة لقسم الشرطة نتاع شمرة بلي أنها كانت كتغوت ومخلوعة وكانت تقول أجي دغيا. الضابط اللي جاوب على هاد المكالمة كانت سميتو راي ماكوان، للأسف ما كان يقدر يدير والو في ديك الحالة حيتاش في هداك الوقت ما كانش عندهم أي طريقة باش أنهم يتبعوا المكالمات بسهولة باش يعرفوا منين جاية. يعني التكنولوجيا آنذاك مازال ما كانتش مطورة اللي خلاها باش أنها تكون عملية معقدة، وباش أنهم يعرفوا المصدر ديالها منين جاي ويوصلوا للعنوان غادي يستغرق لهم هاد الأمر ساعات. والحاجة اللي كتحمق هو أنه ما كانتش عندهم حتى شي لوحة مفاتيح باش انهم يتبعوا ديك المعاودة نتاع الاتصال الهاتفي في مركز الشرطة، فكانت لوحة التبديل في بلاصة واحدة اخرى وما كانش شي حد تما خدام عليها ديك الليلة. داكشي باش ما كان ما يدار حيتاش المكالمة تقطعات قبل ما يتمكن انه يطلب العنوان منها. فتخيلكم كنتو بلاصتو ووصلتكم هاد المكالمة من عند شخص واحد في شي ورطة بحال هذه وما تقدر دير ليه والو باش انك تعاونه وانت اصلا ما عارفش حتى هو فين كاين. نرجعوا لجانيت، ايدو مرتو مع العائلة نتاع مولر اللي حتى هي كانت كترعى ليهم جانيت ولادهم ولا كانت كتحضيهم ليهم. ان وايد مشاو للفيلا نتاع مون فالي، وهنا قررت ان باش انها تتصل بالدار وتاكد كيف العادة على الامور. بغات تاكد بلي انه كلشي غادي على ما يرام، ولكن حتى شي حد ما كيجاوب على هذا الاتصال ديالها. هذا الامر خلاها انها تخلع في الاول، ولكن من بعد هدنات راسها واكدت لنفسها بلي انه كلشي غادي مزيان ورجعت تنضم للمجموعه. ما غادي يرجعوا لدارهم حتى تقريبا الساعه الوحده من بعد الظهر نتاع اليوم التالي. لما وصلوا بان لهم بلي اضنه الضو نتاع قدام الباب مشعول، وهما كانوا قالوا لجانيت بلي انك ما تشعليش الا اذا جا شي حد قدام الباب. هادشي برزتهم. وايضا غادي يلاحظوا بلي انه كانت الريدوات نتاع النوافذ الاماميه محلوله، وهذا الامر كان غريب. غيمشيو يتوجهوا لباب الدار، وهنا كانوا مشغولين انهم تيقلبوا على السوار ديالهم. شويه بان لهم بلي انه الباب محلول، هادشي زاد خلعهم اكثر لانه طلبوا من جانيت باش انها تخلي الباب مسدود. حاولوا يبقاو ايجابيين في افكارهم وقالوا ربما عيطت لشي صديق ديالها اللي جا عندها ونسها، ولكن بعد ما دخلوا وغادي يشوفوا داك المشهد المروع صدموا وتخلعوا. كانت جانيت طايحه في الدخله ديال الدار فوق السربيه وغارقه في الدماء يدجلها وواكله العصب مزيان، واكيد الحاله اللي كانت فيها كتبين بلي انها ميته. وتخيلوا ماشي غير تقتلات ولكن تعرضات ايضا لاعتداء جنسي. غادي يلقاو رجليها مفرقين وكانت لابسه واحد الفرده نتاع الصباط وحده اخرى كانت مليوحه، وكانت كتعاني من اصابه خطيره في راسها وكانت باينه بلي انها تضربات بشي اله حاده. كانوا فيها بزاف ديال الاثار ديال الاعتداءات اللي كانوا مختلفين، من غير الاغتصاب والاله الحاده كانوا جروح وثقب في الجسد ديالها من قلم الرصاص. وانا صراحه عمري ما سمعت بهذا الاعتداء في حياتي. شنو غتكون دارت هذه المراهقه حتى يوقع لها هذا الشيء كامل بهذه البشاعه؟ كان ايضا واحد السلك اللي كان مقطوع من المصلوح وملوي على العنق ديالها، وهذا تيعني بلي انها تخنقات به حتى مات. لقاو السماعه نتاع التليفون اللي كانت محيده من الخيط وبعيده عليها غير بشويه من فوق الارض، وهذا تيدل ايضا بلي ان هذا الشيء مكالمه مباشره تعرضت للهجوم. هاد العائله بطبيعه الحال من بعد ما شافوا جانيت على هاد الحال مباشره غادي يطلعوا باش انهم يطمئنوا على ولدهم، والحسن الحظ ديالو انه كان سالم وما وقع ليه حتى شي حاجه. ديك الساعه غادي يعيطوا البوليس. انا داك في ديك الوقت كانت هاد الواقعه اولا الحدث امر جنوني، داكشي باش كانوا بزاف من المحققين وكلاب الصيد داخل والخارج نتاع الدار. كانت علامات واضحه بلي انه جانيت حاولت باش انها تحارب هذا المهاجم، حيت لقاو شي مسحات نتاع الدم وبصمات الاصابع في الحيط نتاع الغرفه ديال المعيشه فين تيجلسوا، وايضا بالقرب من الباب الخلفي اللي كان بقى محلول. تمكنت الكلاب نتاع الصيد من انها تلتقط الرائحه نتاع المهاجم اللي كانوا في الواقع قادرين باش انهم يتعقبوها
طول الطريق في الشارع حوالي واحد كيلومتر ونص قبل ما يفقدوها، وكيعتقدوا بلي انه هذا الشخص كان على رجليه. ايضا غادي يلقاو الاثر ديال الاقدام حدا ديك النافذه الخلفيه ديال الدار اللي كانت مهرسه بشي فاس نتاع الجرده، اللي من العاده انه هذا الفاس يكون داخل الدار. الحاجه الوحيده اللي خلات الحاله تكون معقده حيت هذه الدار كانت في منطقه بها ادارات الشرطه من ولايتين قضائيتين اللي كانوا تيشرفوا عليه، داكشي باش غادي تبان ادارات الولايتين المختلفتين، وكان عندهم اراء مختلفه، فكل ولايه كان عندها واحد الراي اللي كان مختلف تماما على شنو وقع في مسرح الجريمه. الشيء الرئيسي اللي اختلفوا من جهته هو انه كيفاش دخل هذا القاتل للدار. اعتقدت وحده من السلطات القضائيه بانه جانيت خلات هذا الشخص يدخل بخاطرها، حيث ربما كانت كتعرفه، ربما كان شي شخص اللي هو ظريف كتثق فيه. وهذه النظريه كانت مدعومه من خلال حقيقه ان إيد قال ليها بالضبط انك تشعلي الضوء ديال الباب اذا جا شي حد قدام الباب، يعني شي واحد راه دخل من الباب، ولكن هذا ما تيفسرش داك الشرجم اللي لقاوه مهرس. كما انهم ايضا ما كيعتقدوش بلي انه جانيت حلت الباب لشي حد ما كتعرفوش، حيت داك السلاح وديك البندقيه اللي وصاها إيد باش انها تستعملها في حاله الخطر ما تقصش نهائيا. واذا كانت جانيت خايفه بصح وجا فعلا واحد الشخص اللي هو غريب الباب، فمن المحتمل انها كانت غادي ترفضه، وهنا غادي يكون الشخص اللي هي كتعرفه وهاجمها بواحد الطريقه اللي كانت مفاجئه، اللي خلى انه يقطع الحبل ديال المصلوح ويخنقها به اللي كان مخبي في الغرفه ديال الخياطه وسط الدار. تحقيقات خداو المقص حيت اعتقدوا بلي انه هذا الامر غريب، ان هذا الشخص كيعرف بالضبط المكان نتاع كل حاجه اللي هو محتاجها. اعتقدوا ايضا بلي انه ربما هو بدرايه بالمنزل او لا شي شخص اللي كتعرفوا العائله، ولكن المشكله في هذه النظريه هي انه كان البيانو تحت داك الشرجم اللي كان مهرس واللي كان باقي لامع بداك الشمع اللي كانوا كيمسحوه به، وفي حاله مزيانه وما مخبوش وما وقع عليه حتى شي حاجه، وما بينش بلي انه شي حد تمشى عليه او لا ملطخ او لا فيه شي بصمات او لا اي حاجه. البيانو كان باقي هو هو كانه حتى شي حد ما قاسو، واذا كان شي حد دخل او لا خرج من داك الشرجم اللي جا مباشره فوق منه راه ما يمكنش ضروري داك البيانو انه يتقاس. اعتقدوا بلي انه هاد الشرجم تهرس عن قصد، علاش؟ باش يضلل المحققين وما يقدروش يجمعوا الادله من المنطقه ديال الباب الاماميه. كما ايضا اعتقدوا بعض الناس بلي انه القاتل دخل فعلا من الشرجم. وعافاكم نتوما هاد النقطه قولوا لي شنو بان لكم فيها. فنظرا لهاد السلطتين القضائيتين ما اتفقوش على شنو وقع، فغادي يفسد هذا التحقيق. فمن الواضح ان حاله بحال هذه في الخمسينيات هزات المجتمع وتخلعوا لما سمعوا انه واحد البيبي سيتر او لا جالسة الاطفال من الصف الثامن عندها غير 13 سنة تختصبات، وباللي منفعلة او لا القاتل مازال باقي طريق حر، فكل شيء خاف. وغادي ينتهي الامر بانفاذ القانون للعمل على مدار الساعة في محاولة انهم يحلوا هذه القضية، لدرجة انهم داروا عملية بحث في المناطق اللي كانت حداهم على امل العثور على شيء ادل، فحاولوا انهم ياخذوا اكبر عدد من الاشخاص. طلبوا من السكان المحليين انهم يتصلوا بهم في حاله اذا كانوا كيعرفوا اي حاجه باش يساعدوهم بها باش يحلوا هذه القضيه، واذا عندهم شي معلومات او اذا كانوا تيعرفوا شي شخص كيتصرف بشي شكل غريب يقولوها لهم. غادي يديروا مقابلات مع عائله اصدقاء جانيت واي شخص كان في حياتها باش انهم يعرفوا اي حاجه، ولا يكون عندهم بعدا غير واحد الخيط علاش انهم يمشيو. فخلال هذه العمليه غيسجلوا واحد القائمه مشتبه بهم، فكانت الاستراتيجيه ديالهم مجرد انهم يجيبوا اكبر عدد ممكن من الاشخاص باش انهم يتحدثوا معاهم ويستجوبوهم، واملهم انه يكون شي واحد منهم هو الشخص اللي قام بهذه الفعله. ولكن اصبح من الواضح ان هذا قسم الشرطه كان عنده تحيز عنصري خطير، حيتاش كاع الرجال اللي جابوا كانوا من السود وما كانش عندهم حتى شي سبب وجيه باش انهم يجيبوهم من غير حيتاش السود وصافي، قمه العنصريه. داكشي باش هذه العمليه كانت سيئه للغايه ومنذ البدايه وما دخلت لحتى شي طريق، فعمر ما وقعت شي حاجه اسوء في هذه المدينه، باستثناء غنرجع معكم واحد 4 سنين قبل مقتل جانيت كانت واحد البنت واحده اخرى اللي كانت سميتها ماري لوجين كينز اللي تقتلات هي وتختصبات بنفس الطريقه نتاع جانيت، وكانت حتى هي في الدار بوحدها وبعيد غير بواحد تقريبا كيلومتر من الدار اللي تقتلات فيها جانيت. جانيت اللي كانت كتخدم جالسة الاطفال كان نفس الموقف. لما رجعت امها وحلات الباب لقات بنتها طايحه على الارض ميته مخنوقه حتى هي بهذاك السلك. فهذيك الوقت كان
كان واحد الراجل اللي سميتو فلويد كوكران اللي كانت عنده 35 سنة، غادي يقبضوا عليه حيتاش قتل مرته بطريقة اللي كانت وحشية. فبمجرد انه البوليس عرفوا هادشي غادي يحتاجوه، واعترف الراسو بشنو دار. شافوا الجدول الزمني ديالو، اكتشفوا المحققون نتاع مقاطعة بونلي بلي انه نفس الوقيته اللي تقتلت فيها ماريلو، استوجبوه لكثر من 10 ديال السوايع، وقالوا بلي انه ادلى بتصريحات اللي كانت في الاساس عبارة على اعترافات بلي انه قتل ماريلو، ولكن كانت اعترافات اللي هي سطحيه وما كانش اعتراف اللي هو فعلي، زعما شي دليل اللي كيربطوا بالجريمه ما قالوش. وغادي تحكم عليه بالموت في 26 سبتمبر 1947 حيتاش قتل مرته وماريلو. ولكن قبل بشي ساعات قليله على الاعدام ديالو رجع في الاعترافات ديالو كامله على ماريلو، وقال بلي انه كان اعتراف كاذب، المهم غادي يعدموه حيتاش قتل مرته. فالبوليس والمحققين بداو كيفكروا في ان الشخص اللي قتل جانيت هو اللي قتل ماريلو. البوليس بقاو متواصلين مع العائله والاصحاب نتاع جانيت او لا اي واحد كتعرفوا هاد جانيت، اسم واحد اللي كان كيتعاود ولا هو المشتبه به الرئيسي هو روبرت مولر، اللي كان انا ذاك في عمر 27 سنه وكان صديق جيد مع ادروماك. العائله عند من جانيت كانت كتحضي ولدهم، كانوا كيمشيو مجموعين في الثانويه، واللي اكيد هاد روبرت كان واحد الشخص اللي هو على درايه بالدار نتاع ايد وان. اجي نقربكم واحد شويه من هاد روبرت. خدم في الحرب العالميه الثانية كقائد سلاح الجو بالجيش، ورجع لكولومبيا ميزوري وتكلف بالمطعم ديال باه مقهى مولر فيرجينيا. حاجة واحدة قالوها بزاف على روبرت بلي انه كان معروف، سمعوا، انه تيهز اقلام الرصاص الميكانيكية، وبلي انه معروف عليه عنده ميول جنسي. ايضا جانيت كانت كتعرف روبرت حيت هي جالسة اطفال عند عائلة مولر وكان ديما كيجي لعندهم، فهي كانت كتعرفه. فقال ايد بلي انه روبرت دار شي تعليقات على جانيت واللي كانت غير لائقة على الجثة ديالها. ايضا ان قالت بلي انه بزاف ديال المرات ما عمرها ارتحت ليه حيتاش كان غريب. وانتم يا متابعين اذا كنتوا لدابا ما حسيتوش بلي انه غريب من خلال شنو قلت لكم، اجي نصدمكم اكثر. هاد روبرت كان خياط بواحد الدوام اللي هو جزئي، هادشي اللي ذكرنا كيبين بلي انه الحاله ديالو مثيره للاهتمام. ايضا غادي تقول ان البوليس بلي انه في النهار قبل ما تقتل جانيت جا روبرت لدارها باش يعاونها انها تلبس الفستان ديالها، وكانت ما مرتاحاش من بعد هذا الامر حيتاش حاول انه يتقرب منها. في الصباح اللي ماتت فيه جانيت غادي يتصل روبرت بان وطلب منها واش انه جانيت ممكن انها تجلس ولده زعما تجي تحضيه ليه، ورفضت لانه كانت مازال في الفيلا عند عائله روماك. هي واد انا كانت مازال في الفيلا عند العائله نتاع روماك، هي واد راجلها مازال سهرانين، ولكن كان عارف بلي انها غادي تكون في الدار. لكن ربما تسالت كيفاش يقدر يكون هذا ممكن حيتاش روبرت كان مع العائله ديال روماك في الحفله اللي كانت فيها، وكانوا بزاف ديال الناس من حولهم، وما غاديش يكون الامر واضح وغادي يهرب لبعض سويعات. من بعد اكتشفوا بلي انه الساعات اللي قضاها في الحفله هرب منها مده ساعتين، وقال لبعض الناس بلي انه غادي يدوي مع الطبيب اللي غادي يمشي يعتني ليه بولده في نص الليل. داكشي باش مشى واكتشفوا بلي انه ما تلاقاش بالطبيب ديالو في هذيك الليله. الصباح التالي تقتلت فيه جانيت اتصل روبرت بإيد وسولو اذا كان بامكانه انه يجي للدار ويعاونه في التنظيف نتاع الدم واثر الجريمه، وقال ليه انا راه موجود. ولكن هنا المشكله انه ان وإيد وهما ما قالوش لي بلي انه جانيت تقتلات، وفي ذيك الوقت حتى شي حد ما كان على علم بشنو وقع. فتصدموا روبرت شنو عرفوا بشنو وقع. فالبوليس جاهم هذا الامر غريب، قرروا باش انهم يدويو معاه اكثر حول هذا الموضوع. فبدا روبرت كيخبرهم بالنظريات ديالو وتقنعهم، وقال بلي انا صديق المقرب لإيد وان، وجانيت كتعرفني بحكم بلي انني ديما عندهم في الدار، فلو فكرت انني نقتلها كيف كتقولوا نتوما علاش غادي ندخل من الشرجم. وغادي يقول لهم بالضبط باللي اسهل طريقه انه يدخل لهذا الدار هي يصوني في الباب ويقول لها راه اد صيفطني لهنا باش ناخذ شي لعبات ديال البوكر، وهي اصلا راه كتعرفني وغادي تخليني نخدم. فعلا كان كلامه بصح، لانه قبل ما يخرج اد وان قالوا لها ما تحلي الباب لحتى شي حد غريب. فروبرت بالنسبه لجانيت راه ماشي غريب، يعني اذا طلب منها انها تحل غادي تحليه. في ماي 1950 غادي يجمعوا كاع الادله اللي عندهم ضد روبرت ومشاو لدارو، لكن في بلاصه ما يشدوه ويديوه ويحجزوه باش انهم يستوجبوه قرروا باش انهم يديوه لواحد الحظيره بمعنى كوري محلي اللي كان بعيد على حدود المدينه وحتى شي حد ما يقدر يسمع ولا يعرف شنو واقع، وغادي يستوجبوه طول ديك الليله. من بعد هذا الاستجواب تخيلوا باقين غير شاكين فيه، وهنا غادي يوافق على باش انه يدوز من اختبار جهاز الكشف نتاع الكذب، فغادي ينقلوه لمبنى الكابيتول بالولايه
وتخيلوا غادي ينجح في هذا الكشف، علما انه هو الشيء اللي ما يمكنش تعتمد عليه تماما، لانه في هذا الاختبار نتاع كشف الكذب ما تيكونش صادق، خصوصا هذا الاختبار داروه سنه 1950، فما كانتش شي حاجه اللي هي اكيده، لانه كان مازال غير متطور، ومن المحتمل انه الشخص يكون يقدر يخدعه. ولكن نظرا انه تجاوزوا فقرارات الشرطه يا ساده يا كرام باش انهم يخليو روبرت يمشي في حاله، سال بهم الامر بتقديم كاع الادله للقاضي اللي من بعد ما شافها غادي يرتب هيئه محلفين كبيره باش يحققوا في هذه القضيه. ولكن نظرا ان السلطتين القضائيتين عندهم افكار اللي هما مختلفين وما متفقينش على حاجه واحده، فحتى شي حد ما غادي يوجه شي اتهام لروبرت مولر. ولكن القضيه بلاتي راه ما حبسش هنا، لانه الله يخليكم غادي هو بدوره يرفع دعوه قضائيه ضد البوليس اللي اتهموه وعذبوه زعما. من بعد غادي ينتقل هاد روبرت مولر لتوكسون أريزونا، وتوفى في سنة 2006 على سن 83 سنة. وما تحاسبش على شنو دار لجانيت، من الرغم أنه كانت قضية لي باينة وبايخة، إذ غادي توفى في 2016، ومن حسن حظ غريغوري ولدهم أنه ما تقتلش ديك الليلة مع جانيت، فكبر ولا إنسان لي هو ناجح ومشى استقر في ألاسكا. أما عائلة كريسمان اللي هي العائلة ديال جانيت، ماشي غير دمروا حيتاش فقدوا بنتهم جانيت بطريقة اللي هي بشعة ومروعة، ولكن ما كانش عدالة في حقهم. دابا بدات على هاد القضية أكثر من 70 سنة، وعمر ما جبد هاد الملف أولا هاد القضية نتاع جانيت باش أنهم يحققوا فيه ويحققوا العدالة ديالها، علما أنه عائلة جانيت وروماك مؤكدين بلي أنه روبرت فعلا هو السبب، وبلي أنه عمرهم ما غياخذوا الجواب على شنو وقع في ديك الليله بالضبط. محزن جدا انه دابا ما تحققتش العداله، واخا راه اللي مات وشبعوا موت، لكن العداله الكبيره عند مولانا. فهذه القصه او القضيه او الجريمه اللي الهمت المخرج نتاع وانا سترينجر كولز باش دار هذا الفيلم اللي كان تقريبا لا علاقه مع القصه الحقيقيه. واكيد كيف العاده بغيت نعرف الافكار ديالكم حول هذه القضيه، فما تنساوش انكم تخليوا لي تعليق لتحت باش نعرف شحال محققين عندي هنا وشنو الافكار ديالكم وداك الدماغ ديالكم اشنو فيه. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم وعجبكم، انني نبدا ندير لكم مره في الاسبوع مثلا قضيه لمحبي القضايا حتى انا تعجبوني. ودمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.